الحمد بن راهد بن حمد بن غدير على هذا الأداء الجميل، تهانينا للجميع، لأن انطلاقة أخرى تمت بعون من الله. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نجدد لكم التحية في هذا اللقاء المباشر مرة أخرى في مساء هذا اليوم، وهذه الانطلاقة الخاصة بالحول المحليات الأصايل. يسير هذا الشوط بمسار التحدي ومسار الناموس، وهذه الانطلاقة أمام حضراتكم لمسافة 8 كيلو مترات من خلال هذا الموقع وهذا الأداء وهذا التنافس. هذه البداية لهذا الشوط. إذن مشاهدينا الكرام، نهني كل الفائزين معنا في بداية الانطلاقات الأولى في هذا المشوار، مشوار التميز في هذه الأمسية. نقترب من البداية ونقترب مع الحوار الأول لمجريات وناموس هذا الشوط في المقدمة والمركز الأول. شامخة على مقدمة الشوط في هذه اللحظات، تعود ملكية الشامخة لهجن العاصفة في صدارة البداية مع الواثق حمد بن راشد بن غدير، ولمسة في المركز الثاني، لمسة لهجن العاصفة أيضا تتواجد في المركز الثاني. مشاهدينا الأعزاء، محمد بن راشد بن غدير والمركز الثالث، واصله الخوارة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم. وحلوة يا بن حلوة، محمد بن سعيد بن حلوة هو المضمر للحظات وتواجد الخوارة على هذا الموقع. أما المركز الرابع فالجابرية متواجدة في المركز الخامس، الرابع لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، يضمر الجابرية راشد بن سالم بن مخيط الاجتبي، وخامس المراكز. هناك المركز الخامس ممدوحة مشاهدين الأعزاء لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، التضمير والمتابعة لمطر بن محمد بن ضبيعة الاجتبي، والمركز السادس مباشرة إلى وجود سلهودة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المضمر والمتابع عمر بن مطر بن لاحج الهاجري، المركز السابع. هناك تقدم من صدفة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يضمر صدفة أحد الخبراء أحد المضمرين الفطاح إلى سيف بن أحمد بن خريدة، والمركز الثامن. نصل إلى المركز الثامن وإلى وجود شواهين في ثامن المراكز لهجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير، المركز التاسع. هناك المركز التاسع قادم الآن في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء، وصلت سلهودة لهجن العاصفة، يضمر سلهودة حمد بن راشد بن غدير، والمركز العاشر وصول من الشاهينية اسمه الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، والتضمير لدى سعيد بن محمد بن حزيم. هذه الأسماء الأولى مشاهدينا الأعزاء في هذه اللحظات مع الانطلاقة الخاصة بالمحليات الأصايل في شوط الختام بالنسبة للمحليات الأصايل الذي يسير بمسار 8 كيلومترات. بعد العشر نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى لمسة، لمسة هناك غيرت مشاهدينا الكرام المواقع المراكز الأولى، لمسة لهجن العاصفة الآن بينها وبين مقدمة الشوط. الشامخة ولمسة، لمسة والشامخة، ومن البداية حوار وتنافس جميل للغاية مع البداية الأولى لهجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير، أول المراكز وأول المندفعين على قمة هذا الشوط مباشرة إلى الأمام. 8 كيلو مترات، مسار قوي ومسار طويل، ولكن المسافة مع هذه النوعيات المحلية الأصيلة أكيد بلا شك ستطرب كل المشاهدين وكل المتابعين. أما المركز الثالث فالخوارة متواجدة على المركز الثالث لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم، يضمر الخوارة محمد بن سعيد بن حلوة، هو من دافع بالخوارة إلى هذه اللحظات وإلى المراكز الأولى. مصاف المقدمة وتصافي المراكز، المركز الرابع، وصلنا إلى وجود صدفة في المركز الرابع هنا في هذا الموقع لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم، التضمير لدى سيف بن أحمد بن خريدة بن يتابع صدفة على رابع المراكز. والمركز الخامس تسلل من هجن العاصفة وتسلل من شواهين، الآن احتلت المركز
الخامس يضمر شواهين حمد بن راشد بين غدير والمركز السادس. سلهوده قادمه، سلهوده لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم تتواجد في المركز السادس، يضمرها عمر بن مطر بن لاحق الهاجري. وهنا تدخل اسم جديد في هذه اللحظات واول ندى للمسك لسمو الشيخ زايد بن طحنون بن محمد ال نهيان. التضمير لدى عيسى بن سعيد الخيالي على سابع المراكز. المركز الثامن سلهودة من هجن العاصفة تتواجد في ثامن المراكز، وحمد بن راشد بن غدير مضمرها بينما المركز التاسع. هناك تقدمت الشاهينية لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد آل المكتوم، يضمر الشاهينية سعيد بن محمد بن حزيم المركز العاشر. الآن في هذه اللحظات وصلت النشمية والتماس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، التضمير لدى علي بن راشد بن حمد بن غدير. هذه الأسماء أمامكم مشاهدينا الأعزاء في لقطات مميزة ومقتطفات ممتازة مع هذه اللحظات ومع ناموس هذا الشوط. نعود إلى المقدمة إذن حفلنا الكريم، ولا زلنا نواصل مسار التعليق والوصف هنا لهذا المسار. المقدمة والصدارة الآن، هناك لمسة، لمسة من تلمست الناموس الأول، لمسة في المركز الأول في هذه اللحظة. الهجن العاصفة لا زالت في مقدمة الشوط والصدارة. إذن لمسة في المركز الأول لهجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير تأخذ موقعها الصحيح حتى هذه اللحظة. المركز الثاني، هناك المركز الثاني وجود مشاهدينا الأعزاء تغيير، غيرت الآن الخوارة، الخوارة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، المضمر محمد بن سعيد بن حلوة من يتواجد في المركز الثاني. والمركز الثالث، هناك الشامخة لهجن العاصفة متواجدة على المركز الثالث، المضمر حمد بن راشد بن غدير. والمركز الرابع، ننظر ونتابع رابع المراكز وماذا يدور، ولكن شعار هجن العاصفة من يتدخل مع شواهين على المركز الرابع. التضمير والمتابعة لدى الواثق حمد بن راشد بن غدير في رابع المراكز. كذلك المركز الخامس من الجانب الآخر، هناك تسلل من الشاهنية لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن محمد بن حزيم في تضميرها. المركز السادس، وصلنا إلى سلهودة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، يضمر سلهودة عمر بن مطر بن لاحق الهاجري. وسلهودة أخرى في المركز السابع لهجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بين غدير. هذه المحليات الأصايل، هذه المحليات الأصايل، سابع المراكز مشاهدين الأعزاء. حزام الغابات الآن في هذا الموقع، المركز الثامن، وصلت المسك لسمو الشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان، المضمر عيسى بن سعيد الخيالي. بينما المركز التاسع صدفة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وسيف بن احمد بن خريده في التضمير. ولماذا التاخير يا ابو خليل؟ بينما المركز العاشر، هناك شهاده لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. إذن هذه اللحظة غيرت التماس، التماس اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب، يضمر التماس علي بن راشد بن حمد بن غدير. هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة في هذه اللحظات وفي هذا الحين. نعود لنتابع مع حضراتكم مشاهدينا الأعزاء ولحظات تحدي وناموس آخر من خلال هذه اللحظة وهذا المشوار. أخذ المركز الأول، المركزين الأول والثاني مشاهدينا الأعزاء. هناك 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 لمسة والشامخة، لمسة والشامخة فارقا عن الجميع، ابتعدا عن جميع المشاركين في هذه اللحظات، في هذه الأسماء، مع هذه الأسماء المطروحة أمامكم والمتواجدة قبل ختاميات هذا الموسم. ولكن تجارب 8 كيلومترات ولا زال أيضا يؤدي، أكيد بلا شك التجارب ستكون ناجحة مع الواثق حمد بن راشد بين غدير. من أدار هذا اللقاء والتضمير في حركة وعزبة العزبة العاصف، العزبة العاصفية. إذن المركز الأول والثاني، شوف المركز الثالث، نشوف المركز الثالث. هناك تقدمت الآن
شهادة في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يضمر شهادة علي بن راشد بن حمد بن غدير المركز الرابع، وصلت شواهين من هجر العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير، والمركز الرابع هناك شاهينين لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، والمضمر المضمر سعيد بن محمد بن حزيم الشاعر في هذا التواجد، كذلك هناك الجانب الآخر طلايع تتواجد لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، الواثق علي بن راشد بن حمد بن غدير قائد العمليات في الفرقة 11 التراثية، لكن أشوف المركز الخامس السادس تدخل من مياسة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم في أول ندى لمياسة، والمضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري مع الخبرة كاملة، سلهودة في المركز السادس لهجر العاصفة حمد بن راشد بن غدير في التضمير، والمركز السابع وصلت المسك، واصل المسك لسمو الشيخ زايد بن طحنون بن محمد الهيان عيسى بن سعيد الخيالي في التضمير. يا سلام، هذه الأسماء أمامكم مشاهدين الأعزاء، ولكن الاختيار وين؟ أين يقع الاختيار في ناموس هذا الشوط؟ لمسة لا زالت في المركز الأول تتلمس 1200 على خط النهاية، ولمسة بدون منافس على الإطلاق في المركز الأول، مسيطرة على صدارة الشوط، رباعية العاصفة إذن من خلال هذه اللحظات مع هذه الأسماء، مع هذه الأسماء، وبالفعل أكيد يوفى نسبك ولا يخلف النعم في الواثق وتضمير. الله، المزايين يقولون كلهن يحلفن ما شاء الله تبارك الله. هناك المقدمة الآن مع لمسة في صدارة الشوط، لمسة في صدارة الشوط لهجن العاصفة، وكذلك تحاول هناك الشامخة في المركز الثاني أيضا لهجن العاصفة، المركز الثالث واصلة سلهودة من هجن العاصفة، المركز الرابع المسك لسمو الشيخ زايد بن طحنون بن محمد بن خليفة آل نهيان عيسى بن سعيد الخيالي مع المسك مشاهدينا الكرام، ولكن خلاص انهت الشوط لمسة من البداية وهي تتلمس لموقع لمركز الأول لمركز الناموس لمركز الصدارة ولانطلاقة الجميل. الله الله الله، لمسة في المركز الأول خلاص بدون منافس على الإطلاق لتهدي مالك هجن العاصفة، أجمل تحية وسلام ولتهدي أيضا كذلك الواثق حمد بن راشد بن غدير هذا الفوز وهذا الناموس مع وجود المركز الأول ومع وجود لمسة بدون منافس على الإطلاق، المركز الثاني الشامخة لهجن العاصفة في المركز الثاني، المركز الثالث هناك إذا هجن العاصفة أيضا متواجدة مع سلهودة في المركز الثالث، بينما المسك في المركز الرابع مشاهدينا الأعزاء، هكذا هي النتيجة، ولكن عودتنا إلى الصدارة ومع لمسة في هذه اللحظات الأخيرة، لمسة في المركز الأول في اللمسة الأخيرة في اللحظة الأخيرة لتهدي مالك هجن العاصفة وتهدي المضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير أجمل تحية وسلام في هذا المساء، هذه لحظات وصول لخط النهاية، المركز الثاني الشامخة من هجن العاصفة، المركز الثالث سلهودة من هجن العاصفة، المركز الرابع المسك لسمو الشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان، المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد، أو المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل المكتوم، هكذا هي النتيجة إذا مشاهدينا الأعزاء لناموس هذا الشوط، نعود بالتهنية والتوقيت الزمني لهجن العاصفة في 12 من الدقائق في هذه اللحظات و55 أو 54 54 ثانية وثمان أجزاء من الثانية، تعنينا ناموس لهجن العاصفة على هذا الفوز الذي تحقق تحت أقدام لمسة في هذا الشوط.